Maintenant, il faut. On a vu ce soir, c'était un ton au-dessus techniquement. Donc il va falloir encore progresser, s'appliquer encore un peu plus techniquement. Merci beaucoup. نعم إليس محمد قصوص اعتقد بانه ايرفين راه غادي يكون عارف بشكل كبير يعني على بعد 3 ديال الاشهر من انطلاق الحلم والعرس الكبير كاس العالم مازال كينتظر su que ce soir il fallait être présent dans les duels et puis après on a su bien conserver le ballon les ennuyer en faisant un pressing efficace félicitations aux joueurs est-ce que نعم مصطفى كيبان من خلال يعني تصريح اكيد متواجد الى جانب المنتخب الوطني المغربي من اجل المساعده نستمع لفوزي الرجاء انا دائما اقول بان الفريق الوطني في خط تصاعدي يؤكد اليوم ذلك وسنسير ان شاء الله بنفس الطريقه وموعدنا هو يوم 15 يونيو ان شاء الله بروسيا سي الخجاع توصلنا الى خبر ان قضيه منير الحدادي ظلت هل ستذهبون بعيدا بالضبط الى محكمه الطاس المحكمه الرياضيه لفك شفره هذه القضيه القضيه نتاع منير الحدادي كتمشي في الطريق اللي كان منتظر منذ البدايه فقمنا بعمل كبير سنواصله لاننا نعتبر ان من خلال منير الحدادي اللاعبين اللي لعبوا هذه المدد القصيره من حقهم ان يختاروا لان ما يمكنش نساليو لا كارير بروفيسيونيل تاع واحد اللاعب لانه لعب 3 دقائق في فريق وطني يعني اكيد التصريح كان واضح لنشر تشكراتنا لخالد نقراوي